عرفت البنية التحتية للنقل بين المدن دفعا معتبرا من قبل السلطات العمومية، لكن الوقائع والمعطيات تتحدث عن ارتفاع في حوادث السير على المحاور الطرقية. التقرير التالي يرصد جوانب من الموضوع. صباح جديد في إحدى محطات النقل، استعداد لانطلاق رحلات سفر داخل البلاد. وقبل الانطلاق يتم ترتيب الأمتعة، ويتخذ المسافرون أماكنهم، وكل أملهم الوصول بسلام وأمان. دور السائقين يعودوا على الحذر، يعودوا واعيين ويتنبهوا للمشي بالشور. سافرين إن شاء الله وشور الشامي، طلبوا من عند مولانا الله عنا نوصلوا بسلامة. مسافرين على طريق نوادي بوش الحمد لله، وراجعين إن الله السلامة والعافية، ولأن هاي الطريق إنها تعذر إن من الرمال مال عليها تنقلع عنا. نطالب من السائقين كاملين إنهم يحتفظوا بالتكايس. تنطلق إحدى هذه الرحلات في بداية طي مسافة الطريق التي ربما تصل مئات الكيلومترات، مما يحتم حذرا ويقظة تفاديا للخطر. نطلب أن يتم اختيار السائق بالطرق الفنية اللي يختار عليها السائق، أن يعود عنده الخبرة وعنده مثلا الثقة وعنده مولي السن أساسية في الناقلين. نشكر السلطات العمومية على ما تبذلته من تطور ملموس في مجال النقل العمومي بين المدن، ونعتبروا أنهم وشجعوا تاحوا لهم جميع الفرص من أجل تطوير النقل، ولا أكبر دليل على ذلك هو تشجيعهم في مجال أنهم الأمور الجمركية مات مسقوطة عنهم، والبنية الطرقية اللي ملموسة مولي بادية للعيان، هذه هي زاد أخرى قطعا محفز ملموس وإنشاء سلطة تنظيم للنقل. من بين الإجراءات المتبعة من قبل الفاعلين في المجال ما يتعلق من وجهة نظرهم بفنيات يفرضها الانطلاق من مبدأ السلامة. بالنسبة للوكالات السفر عود فما تياها برنامج للسائقين ما يخليهم يتعبوا، مطالبين هنا تياها وجود سيارات إسعاف على المحاور، يعودوا دائما من كل 100 كيل تعود موجودة سيارة إسعاف، يعود لا قدر الله إلى أخلك حادث يعود حد يقدر يدخل. في رحلة أخرى يرتب أحد السائقين أولوياته ويعتمد بالأساس الحيطة والتريث قبل الانطلاق. نصحهم قاطبة لهم مجموع السائقين بالكياس أحد رأيه المواطن أنه ما هو ماشي يردح ويمشي بالشوء ويعود يدور النتيجة ما هو ماشي دقدق. الانطلاق من مبدأ السلامة والعمل على تفعيل نظم وقوانين السير أمور تشفع لمستخدم الطريق إن شاء الله عند الاقتضاء. هذا ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة